عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في حلقة جديدة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سأقوم بتقديم لكم ريفيو أنبوكسين. نعم ريفيو أنبوكسين لهذا المنتوج كما ترون. هذا المنتوج عبارة عن كيبورد كما ترون. يمكنك أن تقوم بربط هاتفك الآيفون مع التلفاز كما ترون. أنا سأقوم بتجربة. لذا أي شيء يوجد في الهاتف يمكنك أن تقوم بمشاهدته في التلفاز بدون برامج بدون شيء فقط بهذا الكيبورد الذي ثمنه $4. لذا الموقع أسفل الفيديو إذا كنتم تريدون أن تقوموا بشرائه. وصلكم الآن طريقة إظهار شاشة هاتفك الآيفون في التلفاز. ويمكنك أن تقوم بالتمتع بأي شيء مشاهدة جميع المباريات مشاهدة الفيديوهات أي شيء في شاشة كبيرة في تلفازك. لذا فلنبدأ. كما ترون هذا هو المنتج. سأقوم بفتحه. هناك بعض الأوراق اللي نحتاجها هذه الأشياء ولكن هذا هو المنتج الذي نحتاجه. هناك نقوم بإدخال الـ HDMI في شاشة التلفاز كما ترون. نقوم بإدخاله في شاشة التلفاز وهناك الكيبل يمكنك أن نقوم بإدخاله لإعطاء الكهرباء. نقوم بإدخاله في الحاسوب وهناك الرأس الذي نريد أن نقوم بإدخاله في الآيفون كما ترون. فلنبدأ. سنقوم بإدخال الـ HDMI. بعدها نقوم بإدخال الـ USB في الحاسوب لإعطاء الكهرباء وتبقى لنا خطوة واحدة هي إدخال هذا الرأس في الحاسوب. كما ترون يعطينا هناك فون لينك يريك طريقة ربطه مع الهاتف. كما ترون هذا الهاتف سأقوم بربطه معه هكذا وننتظر قليلا حتى يتم ظهور الشاشة هناك. كما ترون الطريقة نجحت. تظهر شاشة هاتفنا الآيفون في الحاسوب وهكذا. إذا كان لديك برنامج يمكنك أن تقوم بمشاهدة آخر مباريات يمكنك مشاهدتها في شاشة التلفاز يمكنك مشاهدة أفلام مجموعة من الأشياء يمكنك أن تقوم بعملها عن طريق ربط هاتفك مع شاشتك. كما ترون الطريقة ناجحة 100% وفقط $4. سأقوم بدخول اليوتيوب ومشاهدة فيديوهات كما ترون. مثلا نشاهد هذا الفيديو. لم يكن لديك جهاز ذكي يمكنك أن تقوم بمشاهدة فيديوهات هكذا. الكابل يعمل بطريقة ممتازة جدا ورخيص جدا وهكذا يمكنك أن تستمتع بمباريات كرة القدم على شاشة تلفازك والأفلام مجموعة من الأشياء. كما رأيتم مشاهدينا الكرام أن الطريقة نجحت. كما ترون لازال هناك سكرين خاصة بهاتفي في كما ترون شغالة يمكنك أن تقوم بمشاهدة مباريات كرة القدم كل شيء كما ترون هكذا وهكذا. الكيبل يعمل بطريقة ممتازة يمكنك أن تقوم بمشاهدة مباراة كرة القدم مجانا على تلفازك. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. إذا كنت تريد أن تقوم بشراء هذا الكيبل تجد الرابط أسفل الفيديو. وإذا أعجبك الفيديو فلا تنسى صديقي أو صديقتي الضغط على اللايك واشتراك في القناة لكي تتوصلوا بجديد حلقاتنا على هذا الشكل أنبوكسين ريفيوز وتوتوريال لبعض البرامج ومجموعة من الأشياء. إذا نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.